اختتمت في عمان فعاليات بازار الرحم الثامن الذي أقيم على مدى يومين في جمعية الهدف التعاونية آل هلسة بدبوق، برعاية رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وحضور عدد من رؤساء وممثلي الكنائس المحلية وشخصيات دينية ورسمية وجموع حاشدة من الزوار. التفاصيل في سياق التقرير التالي. افتتح سيادة المطران خريستوفورس عطلة رئيس مجلس رؤساء الكنائس في الأردن ومطران الأردن للروم الأرثوذكس فعاليات بازار الرحمة الثامن الذي أقامه مكتب فضائية نورسات الأردن بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية في جمعية الهدف آل هلسة في دبوق بعمان، بحضور ممثلين عن مجلس رؤساء الكنائس وعدد من أصحاب المعالي والشخصيات الرسمية والدينية. وفي كلمة الافتتاح التي ألقتها الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين، أكدت فيها أن الهدف من إقامة بازار الرحمة هو أن يزيد نفوسنا إيماناً ومحبةً وأملاً منشوداً بأن تفيض قلوبنا بالرحمة على المحتاجين في بلدنا، كما قدمت الشكر للجهات الداعمة للبازار وكل من ساهم بإنجاح فعالياته. ونحن في مكتب نورسات الأردن ومن منطلق إيمان شعبنا ونهج قيادتنا، لقد حملنا على عاتقنا المسؤولية بالوقوف إلى جانب إخوتنا، ندعمهم ونشد على أزرهم بكل ما أوتينا من عزيمة وإخلاص. وهذا هو الأردن كما عرفتموه، الأنموذج العالمي الذي حمل على مدى تاريخه رسالة إنسانية نبيلة وضرب أروع الأمثال في تجسيد أواصر الأخوة والمحبة والعيش المشترك بين عموم الناس على اختلاف دياناتهم وطوائفهم ومذاهبهم وأعراقهم. واليوم أيها الأحبة، للمرة الثامنة نستجيب لنداء الرب في أن نكون رحماء كالآب السماوي، وبالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية. هذه الشبيبة التي رافقتنا في تنظيم هذا البازار إيماناً منها برسالتنا المسكونية، رسالة المحبة والسلام والتلاقي. وشكراً للقائمين على جمعية الهدف آل هلسة على تعاونهم معنا، وبخصوص الشكر معالي سامي هلسة على يعني فتح صدره وقاعته وكل إمكانيات آل هلسة بهذا البازار. شكرا لكم، شكرا. ومن جهته أشاد المطران خريستوفورس بجهود فضائية نورسات بنشر البشارة لكل العالم وبجهود مكتبها في الأردن لإقامته هذه الأنشطة التي تسعى لدعم المحتاج وترسم البسمة والفرح على وجوه الجميع، معايداً سيادته الحاضرين ومتمنياً لهم زمناً ميلادياً مباركاً. بيروح المحبة مع بعضنا البعض كجسد واحد، جسم واحد، كل المواطنين، حتى نقدر إنه نساعد العائلات المحتاجة. فربنا يبارك كل هاي المساعي، يبارك هاد العمل اللي بتقوموا فيه وكل الأعمال اللي بتقام في هاي الأيام، لأنه حقيقة مباركة من ربنا وبتساعد ناس اللي لازم نحن نوصلهم. ربنا يبارككم والله يعطيكم ألف عافية ونعمة وبركة. شكرا.
وبعد قص شريط الافتتاح توجه الحضور إلى أجنحة البازار الذي شاركت بمعروضاته العديد من المؤسسات الوطنية والشركات الخاصة وسيدات المجتمع المحلي العاملات في منازلهن، وجالوا بأروقته الواسعة وأجنحته المنظمة التي اشتملت على مجموعة كبيرة من المعروضات المتنوعة التي استقطبت الكثير من أفراد الأسر في المملكة. وأبدى الحضور والمشاركون إعجابهم بمحتويات البازار التي اشتملت على الكثير من المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والحلويات الشعبية ومستلزمات عيد الميلاد المجيد التي حظيت بإعجاب الجميع. كما أعرب المشاركون في البازار من القطاع الخاص وسيدات المجتمع المحلي عن امتنانهم وشكرهم لمكتب نورسات الأردن القائم على هذه المبادرة الإنسانية وتوقيتها في هذا الشهر بالذات، لا سيما ونحن على أبواب عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. فقال لهم: سيكون فرح عظيم لجميع الشعب، ها هو موسم البركة والحب، موسم الطفولة، إنه الموسم الميلادي المبارك. نأتي اليوم في فعالية من فعاليات مجتمعنا المسيحي الطيب، نأتي اليوم ونفتتح بازارا جديدا. الذين نظموا هذا البازار في ذهنهم وفي بالهم: كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي هو رحيم. فكانت فكرة البازار سوق فيه تتجلى مشاعر الرحمة والمحبة لأولئك الذين نحبهم رغم عوزهم، رغم حاجتهم. يأتي هذا البازار تلبية لحاجة، حاجة مادية لكنها بنكهة الحب وبنكهة الرحمة. نأتي إلى هنا اليوم لكي نفتتح بازار الرحمة الذي تنظمه نورسات الأردن، وهذا عهدنا بها أنها تتفاعل مع المحتاج، مع الأسر العفيفة، وأيضا تؤدي رسالة في نشر التلاحم والتراحم. هذه الأسر التي جاءت إلى هنا هي أسر منتجة، وهذا يؤكد على بركة العمل وبركة الجهود. نحن في هذه الضوضاء المحببة، في هذا الضجيج الطيب، نأتي إلى هنا لنقول في موسم الميلاد المجيد: بوركت نورسات، بوركت نورسات الأردن، وبورك هذا الأردن الذي يصر في كل مواسمه الميلادية وغيرها أن يكون مثالاً ونموذجاً للرحمة. كل عام وأنتم جميعاً بخير. إحنا كمجموعة من المشاركين نحب نشارك ببازارات حتى نتفاعل معهم ونوزع إبداعاتنا ونظهر إبداعاتنا كمنتجات كأعمالنا، ونحب نشارك في بازارات عدة. أنا طبعاً من إحدى المشاركين في هذا البازار، البازار الثامن طبعاً لفضائية نورسات. احنا طبعا شاركنا في هذا البازار لانه بكل سنه بنشوف في تغيير وفي اهتمام في هذا البازار الرائع. بكل سنه يعني بنحب نشارك فيه لانه بكل سنه بنلاقي اشياء مختلفه. بنحب دائما ندعم العائلات العفيفه، العائلات الفقيره، لحتى احنا ندعمهم. كوني اليوم موجود بهالبازار الحلو، البازار الرائع، ان شاء الله رح نرجع نشارك معكم في كل سنه تعملوا بازارات حلوه، لانه بصراحه البازار هذا يعني اسمه ما شاء الله لامع، واحنا دائما من مشاركين بهذا البازار. وشكرا لفضائية نورسات، وشكرا للدكتورة باسمة السمعان، شكرا لكم.
سبب مشاركتي بهذا البازار الثامن طبعا ببازار الرحمة هو روح العطاء وقوة البازار، وهو بيشمل جميع طوائف المملكة، وفيه أشغال يدوية وفيه منتجات وبرامج للأطفال وأشياء ترفيهية، ومنحب نعيش جو الأعياد. بشتغل شغل يدوي بالخرز، بعمل شنطات، كوسترات، أساور، سناسل، هيك أشياء. حبيت أشارك في هذا البازار أول إشي لأنه حيروح يعني خيري وتبرع للناس المحتاجين، وعشان أعرض شغلي والناس تشوف إيش بعمل. وفي اليوم الثاني استقبل بازار الرحمة العديد من الزوار، ومن بينهم شخصيات دينية وشعبية، حيث قدمت لهم الدكتورة باسمة السمعان شرحا عن أقسام البازار ومحتوياته، وقد أبدى الجميع إعجابهم بحسن التنظيم. وأقيمت على هامش البازار الذي استمر يومين عروضا وحفلات ترفيهية وسحوبات يا نصيبا ومسرحيات هادفة للأطفال والعائلات، في حين قدمت الجوقات المتعددة من مختلف الكنائس مقاطع غنائية ومعزوفات موسيقية أتحفت الحاضرين. وفي ختام هذه المناسبة المباركة نسأل الله أن يديم الفرح على الجميع، وأن تنعم بلادنا بالخير والسلام والأمان، وكل عام وأنتم بخير.